معاشر الأنبياء، نظم الدكتور أنور أبو زيد. الحمد لله على ما من به من بعثة للرسل تجلي المشتبه، عليهم صلاة ربي والسلام، ما غرد القمري أو ناح الحمام، فلتشهد الحكمة في بعثتهم ومنة الله على الخلق بهم. عددهم 100,000 يسوي مع 4 من بعد 20 روي، 3 من المئين رسل مع 10 كذا كان قلوا، بقيهم عدهم في الأنبياء، خص القرآن منهم مجتبيا، بقيهم عدهم في الأنبياء، خص القرآن منهم مجتبيا، 25 فمنهم 10 بعد 8 قد حواهم ذكروا، في آية الأنعام ثم 7 في غيرها وكلهم ذو رفعة، فآدم أولهم أبو البشر، علمه أسماء الأشياء وأمر ملائكا أيب السجود، فانبرى جميعهم إبليس عنه استكبرا، فهو العدو يا بني فاحذر، لا تك ممن صادهم فتخسر. وبعده الصديق إدريس النبي، علي المكان في رفيع الرتب، وأول الرسل المجاب نوح، لنحو 1000 سنة نصوح، يليه بالأحقاف قام هود وصالح وقومه ثمود، أصحاب ليكة لهم شعيب، 3 من عرب لا ريب، وعلم الحجة إبراهيم، أتم ما ابتلي به تتميما، فهو أب للأنبياء من صلبه، إسحاق إسماعيل بشرى ربه، فانقسموا قسمين في عرف النسب، بنو النبي إسحاق ليسوا بالعرب، أولهم يعقوب إسرائيل، إلى اسمه أضيف ذاك الجيل، يوسف ذو شطر الجمال عابر، رؤيا وفي تمكينه سرائر، موسى الكليم ثم هارون الوزير، إلياس واليسع داود الشكور، ثم سليمان ونعم العبد، نال من كل شيء منطق الطير مثال، وزكريا وابنه يحيى الأبر، وهبه الرب له على كبر، واختم بني يعقوب بابن مريم، عيسى المسيح موشك أن يحكم، لهم بنو عمومة فما نسوا، أيوب ذو الكفل ولوط يونس، واختم بهم ثم انتقل للعرب، أولاد إسماعيل ما فيهم نبي إلا النبي محمد ختام العقد، وانتهى به النظام. وسمي هذا النظم قل معاشر الأنبياء قدوتنا بلا مرى، هنا انتهى المراد من نظامي، فاختمه بالصلاة والسلام، هنا انتهى المراد من نظامي، فاختمه بالصلاة والسلام.